بجولة على بعض المحطات وضمن الأمسيات الشرقية يلي عم نشهدها، محطة مع الفنان أحمد عبد الحميد تحت عنوان ليلة بألف ليلة بدار الجميزة بكرة الساعة 10:30. بالذكرى الخامسة على تأسيسه بيحتفي متحف مقام بجبيل بفنان الفيديو، وبهالإطار بيستضيف يوم السبت المقبل ب9 حزيران معرض استعادة خاص بالصحفية والسينمائية جوسلين صعب. الافتتاح رح يكون مع عرض لمجموعة من الأعمال لها مثل دولار واحد في اليوم، كافي دو جانر وغيرها، وبتشارك بالأمسية الموسيقية الكندية كاترين تومسون المعرض من 9 حزيران ل 16 أيلول. بدعوة من السبيل وجمعية أصدقاء المكتبات العامة رح نشهد على يومين سبت وأحد ب23 و24 حزيران على مهرجان حرش بيروت لعام 2018. بضم المهرجان نشاطات فنية وثقافية، عرض موسيقى لسامي حواط وفرقته، نسرين حميدان، عروض مسرحية مع حنان الحاج علي، علي الخالدي، وحكايات شعبية مع جهاد درويش وغيرها من النشاطات. العروض رح تكون من 3 لغاية الساعة 10 المساء، وعم نسمع من نسرين حميدان. إذن رح تابع مع أخبارنا وبدعوة من نادي سينما بدايات عرض للفيلم الوثائقي أرق بمقهى رواء، ومن بعد العرض حوار مع مخرجة العمل ديالا قشمر. ابتداء من الساعة 8 المساء رح يكون إذن العرض. انت جيت دغري خبط حزق تصوير ما تصوير ما حكيت شيء عارف انت علي انت متفقين يو نو وات اي مين بس الايديا انه عم بعطيك مغزى الموضوع مزبوط اي موضوع من هلا زاوية خطيطة زاوية خطيطة انا عايش بالقوه انا عايش بالقوه انت ما عايش بالقوه شو المستقبل؟ اضرب الفين الصبح تومورو از انذر داي ايوه اضرب هاي غدا يوم اخر كل يوم بيوم ونعيش اليوم الساعة 6:30 احتفالية بعنوان عالم الزمن الجميل تكريما للإعلامة عادل مالك بدعوة من الجامعة الأنطونية، والاحتفال رح يكون بحرم الجامعة ببعبدة. تنشر الأخبار عناوين وتضع أي تاريخ ولا شيء يتغير. دائما يتحدث بعض المدنيين أنه مؤامرات خارجية ربما، لكن مؤامرات خارجية ضمن الأمسيات الشهرية اللي بقدمها الفنان عبد الكريم الشعار على خشبة مسرح مترو المدينة، محطة مع موعد جديد له تحت عنوان اتنسى ويا الصباح، وهالمرة رح يكون يوم السبت 16 الشهر الساعة 10 المساء. تحت عنوان في سبيل الكمال بيفتتح الفنان التشكيلي مأمون عبد الخالق معرضه الجديد يلي بياخدنا الى رحله الى عالم المعلم كمال جنبلاط. اللوحات كنايه عن اقوال للزعيم الراحل، وايضا اذا اقوال مستلهمه من ابرز ما كان من الحكم يلي قالها. المعرض بيفتتح رح يتم افتتاحه اليوم وبيبقى ل 16 الشهر بالاناندا ارت سبيس بالحمرة. من الأمسيات الفنية يلي رح تشهدها خشبة مسرح كازينو لبنان موعد مع الفنان جورج وصوف ب 16 حزيران. Smile.
حسن خبر أخير. وضمن الأمسيات الرمضانية اللي بدأت مع بداية الشهر المبارك، أمسية صوفية تحت عنوان صوته وعوده والحلاج ثالثهما للشيخ أحمد حويلي بتسعة حزيران الساعة 9:30 على خشبة مسرح بيير أبو خاطر بالأسجي. هذا إذن كانت جولة على أبرز وأقرب المواعيد. رح نرجع لعندك جوالة حتى نشوف حركة السير. المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات مشتركة بهيئة إدارة السير، معه بنعمل جولة على الطرقات لنشوف إذا في عجقة. مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ ماشي الحال. تفضل جوزيف. نبلش من المدخل الجنوبي، عم تكون حركة سير ناشطة إلى طبيعية من المدينة الرياضية. نعم. باتجاه الكولا كمان كملي حركة سير ناشطة باتجاه نفق سليم سليم. أوكي. مدخل الشرقي كذلك الأمر حركة سير ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزة وصولا للصياد. أوكي. أكيد المكمل الصدر إسمين لحود باتجاه الكارنتينا حركة سير كتير منيحة. عنا حركة سير كثيفة من جسر البجو باتجاه الأشرفية، كمان اليوم في بلشوا امتحانات التقديم الرسمية للترمينال. مزبوط، اليوم أول نهار كمان عاملين حركة سير أكيد ضمن بيروت، لأن في مدارس كتير بالأشرفية. أوكي. كذلك الأمر جسر العدلية باتجاه الأشرفية عم تكون كمان حاليا حركة سير كثيفة. نعم. عنا حركة سير كمان كثيفة من تقاطع أصقص باتجاه بشارع الخوري. ضمن بيروت كورنيش المزرعة حركة سير ناشطة على الإشارات، كذلك الأمر من برج الغزال باتجاه برج المر حركة سير ناشطة، من برج المر مكملة حركة سير ناشطة باتجاه شارع الحمراء. خط البحري عند مراية حمام العسكري حركة سير ناشطة إلى طبيعية. نعم. المدخل الشمالي حركة سير كثيفة من دبي باتجاه أنطلياس وصولا لجلال الديب، من بعد الحفرية تبع جلال الديب مكملة حركة سير ناشطة باتجاه بيروت. كذلك كمان عندنا حركة سير ناشطة من شهر حلو باتجاه الصيفة، من الصيفة باتجاه الوسط التجاري حركة سير كتير منيحة. اوكي. هذا بالنسبة لحركة سير اليوم. بالنسبة للحوادث اللي تسجلت عندنا بال 24 ساعة الماضية، تسجل عندنا 16 حادث، للأسف عندنا 6 قتلى و 19 جريحة. قديش؟ 6 قتلى. 16 حادث، 6 قتلى نتج عنهم مع 19 جريحة. في شيء يعني حادث واحد مسجل اكثر من قتيل ولا ست قتلى متفرقين؟ حادث كل حادث قتيل قتيل، عندنا حادثين كل نتج عنهم قتيل بقتيل، وعندنا حادثين نتج عنهم كل حادث قتيلين. اف حرام. هذول بمنطقه البقاع ومنطقه معلبك. الله يرحمهم. اكيد. محضر السرعة زادت من 124 محضر سرعة. اوكي، عندك فكره لايمتى مكفيين امتحانات ترمينال الرسميه؟ لا لنعرف لايمتى رح تضل العجقه. هن بعتقد 4 أيام مبدئيا، لازم يكونوا 4 أيام تقديم او 5 أيام. بكل الاحوال نتمنى له التوفيق. شكرا لك جوزيف، يعطيك العافيه. اكيد بنحكيكم من بكره. نحن رح نتوقف مع فاصل اعلاني جديد، من بعده بنتابع اخبار الصباح. خليكم معنا.